بصفة غير واحد. المكسيكان بيحبوا العيلة، كل واحد مع عيلته. النهاردة هولا اميغوز، لسه صاحية من النوم، الشروق زي ما انتوا شايفين. نمت كويس امبارح، كنت بسمع اول ما صحيت من النوم كنت بسمع حاجات مديتيشن، قلت بقى ايه اروح اقعد على الشط، وحضرت لبس البحر. انا مجمعه هنا كله، هلبس الطقم ده النهارده للبحر وهروح اعمل مديتيشن على الشط واتامل جمال الطبيعه. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان أخدكم في اليوم بتاعي النهاردة على البيتش الجميل ده. غيرت اللي معايا لبس البحر، غسلت بس شعري مية فشعري خربان، بس it's okay يعني. That's coming right style. مش عايزة أسعى العربية عشان أدي نايم في الخيمة جنبي هنا، وشايفين العربية الوحش اللي جنبي دي يا جماعة، دي عربيتنا بسيطة. شايفين الوحش ده، يعني عربية بست أرجل ما شاء الله، يعني بتطلع أي حتة. وهنا جنبي الناحية التانية جماعة مكسيكان، عصاصير أوي سكر، بس المكسيكان بياكلوا كتير، وطول ما ببص عليهم عمالين ياكلوا يشربوا مشروبات غازية وآيس كريم ومارشميلو وكلام من أمبيونس. دي أدي نايم هنا، ده الكرسي بتاع أدي، وده اللايف بتاعي. هنا شايفين بقى دي دي العربية الوحش، صاحبها بيحب اللون البرتقالي، كل حاجة عنده برتقالي. هقعد انا دلوقتي بقى كده اغسل سناني الاول، اعمل تايم سكرابينج، واقعد اعمل مديتيشن قبل ما ادي اصحى عشان كده اركز مع نفسي. ده معيت ان احط السن بلوك، شوف المراية بتاعتي هي دي. اخدها كده اسحبها، مش عارفة شايفين ولا لا. دي المراية، اخد السن سكرين احط بقى ايه وشي كله عشان ايه الشمس هنا طول اليوم. طبعا النضارة مهمة يا جماعة عشان تحمي وشكم من الكراميش، لان لما بتكون الشمس الكرميشي حوالين عينيكي، فحل يكون معاكي نضارة. مش
عشان تبطلي العبسة ويطلع لك 11. من ساعة ما عرفت الموضوع ده ما بشوفش النظارة، انا عينيا كمان حساسة قوي للشمس. برفيوم، ديودرنت، طبعا الدنيا هنا مهرجلة، خلينا نرتب شوية. الساعة بتاعتي هلبسها، ده جايبة من مينيسو، بحب قوي. اوكي شوية كم مرة شعركم، انتوا المراية بتاعتي دلوقتي. ربطوكا بقى، نطبق البطارية البطانية. الليل الجو بيبقى شوية مش برد، بس حلو ان انتوا كده في احساس ان انتوا تحضروا بطانية. في حمام هنا في الكامب، احنا بندفع هنا 200 بيسوس على الشاطئ ده، زي الشاطئ مثل ان هو امان، في حمام يشلوا الزبالة، في تراش كان او برميل زبالة، تراش بن، وفي بقى ناس بيجوا يبيعوا كاميروني، شرمب، سيفيتشي. سيفيتشي دي حاجة أنا لسه مكتشفها مؤخرا، حبيتها قوي. سمك فريش ناي معمول مع سلطة، بس طعمه يجنن. وبيبقى فيه زيتون أخضر وبصل، طماطم، خضروات بقى اللي هي الفواكه، جزر. مش فاكرة وانا كنت باكل، كنت صورتولكم في الفيديو اللي كنت نشوف فيه الفقمة اللي هي اسد البحر، واسد البحر غير كلب البحر، مع اني انا اكتشفت الموضوع ده مؤخرا. دي اللي خليتي طبعا انا حاطة يعني حاجات تخلي العربية متغطية، بنحط كده شيت زي سايبة الجنب ده عشان على البحر، اول ما الشمس تطلع تطلع من على ناحية البحر، اول ما الشمس تطلع بصحى مع الشمس. وده احلى صحية، ان انت تصحي بشكل طبيعي من غير منبه. انا اصلا بصحى من غير منبه، بس حلو ان انت تصحي مع شروق الشمس. حاجة جميلة. خلينا نحط ده، ودايما معايا كوكونات اويل برطب بيه جسمي بعد المية. انا بنزل المية مرتين ثلاثة، غير ان احنا بقى بنعمل كاياكين. السيرم ده انا بحب قوي، ده للوش، ده عبارة عن تي تري اويل ونيم، نيم تري للشعر والوش كمان. كتير مع الشمس تخليه ريحته جميلة. لو انت بتحب ريحة التري هتحب ريحته. مو حطيت كتير، لازم نقص عليه. معايا خبيها هنا عشان ما تتكسرش، كنت جايبها من بالي جوشة. كنت عملت لكم أول ما ابتديت القناة، يعني نشطت على القناة، فيديو عن الجوشة. اتفرجوا على دي ازاي تعملوا الجوشة. صراحة مريحة للأعصاب جدا. انتوا ايه بتاخدوا؟ يفضل انتوا تحطوا 70 كده، بس انا خلاص بقى يعني اعتدت عليه. بتسحبوا لفوق، تسحبوا لفوق عكس اتجاه الجاذبية، تسحبوا لفوق، تسحبوا وهي فيها كذا مكان. شوفوا احساس جميل جدا.
والله يا جماعه شجعتوني ان انا اعمل مساج لوشي دلوقتي. انا المفروض اكتب لكم كومنت. غيرت الميه يا عشان دايما بضيع نظاراتي في البحر. هجيب احطها حوالين الاكل عشان ايه. جبت من العربيه ما تاخدش وقت يعني. السيريز اللي انتوا شايفين بسيط. نسيت اقول لك حاجه مهمه يا جماعه، من الطقوس الصباحيه السيج عشان اخلي العربيه كده ريحتها حلوه. الناس بدات تنزل من هنا شايفين. ده شكل السرير. انا بقى بحط البوكسات فيها الاكل بتاعتنا. ده حاجات لبس وبرضو كراكيب تانية كتير هنا. بس اهم حاجة دي شنطتي تيشيرت برضو سكند هاند الوانيتي المفضلة. يلا نعمل ماتشا. نشوف بسحب البوكس كده يبقى كل حاجة. طبعا انا عاملة ميل بريب محضرة ده الماتشا. محضرة كل حاجة اكل حاطة في التلاجة. التلاجة في الخيمة في البلاطة مع ادي عشان ايه ما ناكلش اكل غير صحي. هجيب زي علبة عشان اعرف نعمل اي ريتشوال ماتشا هنا. يا فانا الطريقة الطبيعية. طبعا يا جماعة انا قبل بيوم او يومين ببقى عاملة اكل الاسبوع كله. ببقى عاملة فراخ مشوية وعاملة لحمة مفرومة وباستا ورز بالشعرية. ادي بيحب اكتر حاجة في الاكل المصري الرز بالشعرية وبيحب الطحينة. لما يعني لو اي حد عايز يضيفه يعمله رز بشعرية وطحينة طبق طحينة. فحط شوية كده. اوكي. واللبن بتاعي المفضل لايت بدون لاكتوز. وفي على كل 100 ملي في 5.4 جرام بروتين. مش بحط انا بزود الباقي ميه. شايفين بس كده. نقفل كويس ونعمل شيكين. شايفين اللون. بس بقى مشكلة الماتشا ان هي بتلزق تحت فلازم تقعدي تعملي شيكين كده بتاع نص ساعة. طبعا انا زقتها معلقه خلاص. ازودها ميه واقعد دلوقتي هنا عشان الشمس قويه. اقرا الكتاب المفضل بتاعي واشرب الماتشا بتاعتي. يلا بحب الكتب اه بس في السفر مش عايزه اشيل حاجات كتير فبنزل كل الكتب اللي انا بحبها بي دي اف. فمنزله كتبي هنا. وايام دي بقرا كتاب حلو قوي لجو ديسبنسا اسمه بلاسيبو. بلاسيبو اميزنج يا جماعه. انصح كل يوم بشده. وانا في شابتر 6.
انصحكم بيه وبشده لو عايزين تعرفوا المانيفستيشن وازاي تحققوا كل احلامكم ازاي. ايه هو البلاسيبو؟ هو ببساطه البلاسيبو ان افكارك هي مستقبلك. اي حاجه بتتخيليها بتفكري فيها دي اللي هتحصل. ازاي وازاي ده بيحصل؟ بالعلم. ما اعرفش في منه نسخه عربي ولا لا، بس لما تقروا اكتبوا لي انتوا يعني فهمتوا. نطلع بالبادل بورد مع بعض. بس هو لسه فهمت اعمل ايه بقى. شنطتي فيها ايه؟ تعالى اوريكي شنطتي فيها ايه. شايفين مكتوب عليها سيف ذا تيرتلز، دي سكند هاند اشتريتها. عاملين انا متقسمه فيها بوكت من هنا كده، حاطه فيها الاقلام الاستيكه الكلام ده كله، مذاكره الاسباني عشان تعرفين ان انا انسانه مجتهده، حتى مجله بالاسباني عايزه اقراها ولسه ما قريتهاش. اليونيفورم بتاعتي فيها كل اسباني، بقعد اذاكر دلوقتي اسباني. الانتي بايوتيك، باخد انتي بايوتيك عشان الاكل اللي مش رحمه وشي. انا بعمل بدع لوشي وفيتامينز. خليني بقى عشان ايه يعني مفيش حاجه. وكتاب اسباني تاني بقعد اذاكر ده. الكلام بتاعي يا جماعه بحبه قوي. ادي كان جابولي من بالي لما كنا في بالي، جابولي هديه. يلا قوموا انتوا كمان ذاكروا او اقروا حاجه بعد الفيديو ده. انا بحب كده يا جماعه اعمل اجواء وانا بذاكر، حتى من ايام الثانويه كنت بحب اشغل الراديو، بس دلوقتي في ايباد فبحب احط الايباد يشغل ميوزك مع خلفيات كده بيساعدني على التركيز. If you're ready for a good time, count on me. قضوا وقت حلو معايا، اكتبوا لي لو بتقضوا وقت حلو معايا في الفيديوهات بتاعتي في الكومنتات. قررت ان اعمل كاكاو معايا هنا، كاكاو اورجانيك. اوكي، ونفس اللبن ونفس المج اللي شربت فيه الماتشا هشرب فيه الكاكاو. بنفس الطريقة يا جماعة هنحط شوية ونطلق عليه اللبن ونزوده مية عشان الكالوريز ونشيك بس كده. هاخد واحدة شوفاني بدون سكر وفيها 12 جرام بروتين على 60 كالوري لاكتوز فري. Wowzers! Extra protein for extra muscles. Yummy. Ice coffee. Ice coffee. الفطار. أنا قاعد هنا أنا وأدي دلوقتي ونفطر مع بعض. دايما بحط منت عشان يخلي ريحة بقنا حلوة حتى واحنا بناكل. وبعصر ليمون كتير على الأكل. أدي finished his bowl and I'm still starting to eat. ادي خلص كل الاكل وانا لسه ببتدي اكل. شايفين العائله اللي قاعده هناك دي؟ كانت بتتكلم كام ده؟ سيجل. سيجل. يا. دايما بييجوا يقعدوا يفتشوا احنا بناكل ايه؟ بصوا لنا مش مكفيهم السمك اللي بياكلوه في البحر. بييجوا زهقونا. بياكلوا كل حاجه. شوفوا. امشي. جو واي. ريسز. ادي بيموت في الشوكليت ريسز. His favorite chocolate. فلقيناها موفرة اكتر في حجم البينات باتر. انا ما بحبهاش خالص. I don't like it. اجي يا جماعة عائلة مكسيكان
جم قعدوا جنبنا مبسوطين قوي لانه كده بيدوا روح حلوه. احنا بنحبهم اكتر من يعني بنحب المكسيكان جنبنا لانه بيدوا يعني حلو للمكان وبيقعدوا يشغلوا موسيقى فبتحسوا كده في فايبس حلوه. عايزه اوريكم التنت وعايزه اوريكم الثلاجه بتاعتي. هنا العربيه ادي بيشتغل هناك. هنا المايو بتاعي سايبه ينشف. هنا دي الثلاجه. الثلاجه بقى فيها كل حاجه. فيها يعني تو اوبشن ان انتوا تعملوها فريزر او ثلاجه، بس ما ينفعش الاثنين مع بعض. اوبشن واحد وده العقل بتاعنا، ده الايكو فلو. ده زي بطاريه بنشحن بيه بقى الاجهزه بتاعتنا كلنا، سواء لابتوب سواء موبايل او كاميرا او اي حاجه، بنشحن كل حاجه في الايكو فلو من هنا. تمام. الايكو فلو يدينا بيشحن لنا، يعني بيشحن التلاجة، بيشحن حتى احنا التلاجة شغال عليه. طيب لما بيخلص بيتشحن هو. دي الخيمة بتاعت ادي هنا حياته من السولار بانل. ده السولار بانل بتاعنا، الطاقة الشمسية، بيشتغل بالطاقة الشمسية. فالصبح هو بيشحن البطارية، والبطارية طول الليل بقى تشحن الاجهزة، تشحن تخلي التلاجة زي ما هي، درجة حرارتها 3-3 وهكذا. فالصبح شغالين على سولار بانل، وبالليل الايكو فلو هو اللي بيشحن لنا كل حاجة. ده البوتاجاز بتاعنا الصغنون. تمام. دعين واحدة. وده اللانترن بتاعتنا برضو بتشتغل بالطاقة الشمسية. هنا هي بتشحن لوحدها هنا لما بنسيبها في الشمس، وبالليل بنشغلها من الزرار اللي هنا، او حتى ممكن كمان تشحنوها من الايكو فلو. يبتدي 3 اضاءات. هي كده مقفولة بس خلاص كده. وده مستر ادي هلو. وده الكامب شاور بتاعنا. هنا الكامب شاور ليه هنا لما بنعمله على الاسود ده بيسخن لنا المية، وهنا شفاف وهنا شفاف. فلما بتحبوا تخلوا المية درجة حرارتها زي بتحطوا ده في عين الشمس زي ما بيقول، عايزين المية تدفى بنحط الأسمر عشان تسخن في الشمس، وده زي الحنفية فبنعمله كأنه شاور بتاعنا. وهنا لما بنحب بقى الجو يبقى، شايفين المونستر اللي جنبنا ده وريتكم بير، لما بنحب بقى يعني يبقى فيه طاقة فيه هواء هلو بنفتح كل الأبواب. بنفتح كل الابواب عشان يبقى فيه فلو هوا كده. احنا بننام هنا على السرير. دي الشنطه بتاعتي. شايفين بقى العائله المكسيكيه، شايفين البودي الجميل اللي جه هناك ده، حبيته. شفتوا بقى العيله اول ما جت نطوا في المايه، بيعملوا جو حلو. وفي بود كمان جاي يا جماعه، حبيت. طبعا دي الترابيزه بتاعتنا، ده الباسكت، دي المايه بتاعتنا بتشتغل يعني فيها فلو. هنا الترابيزه، هنا بناكل ومش عارف ايه وكده. بس انا اتعلمت بقى الدرس اول مره جيت كامب، قلت ايه ان انا هطبخ ومش عارف ايه، لا ما نفعش، صعب. خاصه انا بحب اكل اكل صحي ونظيف وهيلثي، فبدات اعمل احضر اكل في زيب باك. هوريكم كده بسرعه في اكياس. شايفين بحضر كل حتى الخضار، غسلاوه وغسلاوه ومنشفاه، حتى العصير عاملاه في زب باج. كل حاجه معموله في زب باج. الباستا محضره باستا وقافله عليا كويس جدا. كنا امبارح كنا نص امبارح ونص هناك يوم تاني، مش عارفه بقى النهارده ولا بكره. ننسى البيف، لحمه مفرومه، حتى البيت خلقاه. تمام، عشان مش هقعد اقلي بيت هنا. في ايه؟ كينوا بعملها سلطه معايا. في هنا جرجير، فبعمل سلطه الجرجير بالكينوا، واحط بقى ايه تونه، بحط سلمون، بحط اي حاجه. وفي كمان عايزه اوريكم حاجه جميله جدا، دي زي وجبه كده لفه على بعض، رز وعدس، شوربه عدس. ده الجرجير بحبه قوي. الشوكولاته صاحبتنا جايبه لنا من استراليا. دي الجبن، دي الجبنه. نسيت اطلع ده النهارده، لا لازم نخلصه. يعني مثلا شايفين كلها الكيسه دي كلها وجبه مع بعض، وجبه تعمل وجبه او وجبتين، رز بشعريه وشرب وبتاع اسمه ايه ده؟ ادمامي
وبيف. بس شايفين البيف بوايت صوص كوكونات ميلك، بس هو ساب شوية فلازم ناكل ده النهاردة. خلاص لحمة مفرومة وريتها لكم. اللي عايزة اوريها لكم هنا ايه بقى، دي فراخ مشوية، عاملة فراخ مشوية. والزبة دي جميلة جدا يا جماعة، بتاخدي كنت الاول بتحط في علب تبر وير بتاخد مساحة. الزباج احسن حاجة ان انت يعني بتوفر مساحة خصوصا في الثلاجة زي دي. فنقعد بقى ايه ندفي السوري الحاجات اللي احنا عايزين نخليها النهارده، يعني فوق كده اللحمة المفرومة بتعيش كلمة بتعيش. طبعا لازم بنحافظ على درجة حرارة الثلاجة على قد ما نقدر. هنحط على الوش كده المايونيز ده، لايت مايونيز او يفتح خطر. لازم تمام نقفل كل حاجة كويس. الحاجات اللي بحس ان هي ممكن تتفتح بحطها على جنب. ده حمص انا عاملاه في البيت، وزبادي بقى وحاجات من هنا. وده المورنينج شوت بتاعي، عبارة عن تورمريك وخل وخل تفاح وكان بيبر وبيبر وليمون. باخد مورنينج شوت كده عشان ايه منساش. تباني يوغرت ماي فيفورت يوغرت. شايفين بس عمول ياخد التيكت بتاع الايام. الليله هنا عامله 200 بيسوس اللي هي بتاعت ادي، ما فيهاش اي حاجه غير انفليتابل ماترس عشان ادي ما بيعرفش ينام على الارض، فاللي هي البتاع اللي هي بالهواء بتتنفخ بالهواء. واللحاف بتاعه والشنطه بتاعته والكندل وبس. طبعا اللي احنا قاعدين فيها دي بيسموها بلابا. شايفين بقى المراكب بتاعتي، عايزه انضف الترابيزه دي شكلها مضايقني، بس الجو شمس قوي مش هقف صراحه دلوقتي وانا ده السيرفو بورد بتاع ادي، وده السنوركل، ده لبس السنوركل عشان ادي بيتحرق بسرعه جدا مش زي. وده الايكو فلو زي ما قلت لكم، ودي البطاريه الايكو فلو، ودي الثلاجه. معرفش فين الباتل بورد ادي حاطه. بنحاول يعني نخليه من الشمس على قد ما نقدر. واحد جاب الأدي عشان ينفخ البالونة بتاعته. كوانتو كوستا بو فابور مين دويني شغل جديد. دي واحد مكسيكاني طلب من أدي انه ينفخ له البالونات للأطفال بتوعه. شايفين الدنيا زحمة النهاردة، وجاب له 2 كانز هدية عشان عسل عسل بجد، يعني كيوت المكسيكان بجد. احنا بنحب المكسيكيين لما بيجوا يقعدوا حوالينا بنحس بفايب حلوه بنتبسط. المكسيكان بيحبوا العيله، بيحبوا اللمه. شايفين كل واحد مع عيلته جايين هنا يتبسطوا باليوم، بيقضوا باليوم اطفال ومعاهم بقى التولز بتاعتهم. ده الاب ده عمال يبني كل ابنه بيبي. شايفين الفول هنا، كوب ميه للبيبي عشان يعوم في البول بتاعته الصغننه العوامه بتاعتي، شبه العوامه بتاعتي. شايفين البوت بيلف العالم. شايفين دي تيتا، دي عندها كام سنه يا جماعه؟ دي ست كبيره وبتعوم كده في الميه، جت تستمتع باليوم لوحدها كده مع العيله. ودي برضه ست كبيره بس دي. دول ست كبار. لو بقى العيلة المكسيكيين كده مختلف الأعمار جايين مع بعض عشان يقضوا ويستمتعوا باليوم. دلوقتي الجو حر قوي، هنزل أدب في المية. يلا خدكم معايا. طلعنا بالعربية يا جماعة عشان نشتري سبيتشي. رايحة اجرب السبيتشي لأول مرة. بين كابرون كيرو بور سيان.
vacaciones? Sí. ¿Todo bien? Todo muy bien. Eso es bueno. Somos residentes aquí. ¿Mande? في اللتر يعني اعتقد كيلو ب 300 بيسو فانا اقول بس عايزه 100 نجربه الاول بردين عشان لسه واخده شاور ولسه ما نشفتش quiero que lo pruebes كمان ¿Gustó? ¿Quieres que lo tape o quieres ir comiendo? عشاء ايه النهارده؟ باستا مع مينسد بيف يم 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 واحط عليها بوميجرانيت ده اللي انا كنت اكتر من الجنينه اللي متابعني. هولا اميغوس، اليوم خلص قضيناه في البحر، دلوقتي بنتمشى ده بميعاد التمشيه بتاعتنا وقت الغروب. شايفين الأصدقاء المكسيكان. جريت 5 كيلو، بعد كده عملت نص ساعة يوجا، ودلوقتي بتمشى عشان أزود الستبس بتاعتي. بشرب شاي بلبن، شاي انديان تي باللبن. شايفين بقى المكسيكان هنا عاملين أمبيونس جميل جدا. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا بالمشاهدة. أتمنى أن أنتوا تشتركوا بالقناة، ولو مشتركين شاروا الفيديو لأصحابكم عشان يزيد العيلة تزيد، وده بيشجعني اني اكمل اعمل لكم فيديوهات حلوة زي دي. لو عندكم اي اسئلة عن الكامبينج اكتبوا لي بالكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش تتابعوا يومياتي على الانستجرام، دايما بنزل لكم يومياتي في السفر. انا عندي 2 انستجرام، واحد عن هيلثي لايف ستايل والتاني عن السفر بصفة كفول تايم ترافلر. فاتمنى ان انتوا تروحوا تكتبوا لي كلام حلو على الانستجرام. Ha 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 ha!